السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. عرض مدته 48 ساعة، جميع الخدمات موجودة، تقسيط على 4 دفعات. كل التفاصيل اللي بتسمعونها إن شاء الله في السنابات القادمة، ولكن 48 ساعة في كود خصم يخصم لك إضافي على العرض اللي بتشوفونها قدامكم. يا أخي بسأل سؤال، وش معنى يعسوب؟ يعسوب حبيبنا، أول شيء الله يحييكم تابعي الكرام. يعسوب هو كبير النحل، قائد النحل، تقول فلان يعسوب قومي، أي كبير قومي. من فضل الله ما عندنا منتج تقول كمالي أو للتحلية أو شيء، لا، كلها تعود على الصحة والعافية بشكل ملحوظ. عندك عسل يعسوب واحد، بنيجي بعد شوية للتفاصيل، مناسب أكثر للرجال للنشاط للقوة للمناعة. عندك عسل يعسوب اثنين، مناسب أكثر للنساء. عندك هذا الجميل عسل بالمكسرات، غير محمصة ولا مملحة ولا عليها أي إضافات. عندك عسل سدر الجنوب بلدي، وعسل طلح الجنوب، وعندك العكبر السائل، هذا طبعا ما نبيعه، ينباع في السوق 25 ريال، عليه عرض بعد شوي، وأبشروا بالخير. طبعا العرض اللي بيكون مدة 48 ساعة لازم تستخدم كلمة أو كود يعسوب في المتجر، بيخصم لك خصم إضافي. اللي يبحثون عن خلطة يعسوب والأكثر مبيعا، عطني تفاصيل عنها. عسل يعسوب واحد عبارة عن عسل سدر، حبوب لقاح، غذاء ملكات، جنسنج، طلع النخيل البلدي. أنا قلتها بشويش علشان اللي وده يعرف عن فوائدها يدخل على النت، يكتب فوائد حبوب اللقاح، فوائد غذاء الملكات، فوائد الجنسنج، فوائد طلع النخيل، كل واحدة بحر من الفوائد. حطيناها بكميات معينة من الجرامات وموزونة، بحيث إن شاء الله أنها تنعكس على صحتك بالنشاط، بالحيوية، بالمناعة. بالمناسبة ترى ما هي شغلة سنة ولا سنتين ولا ثلاث، هذه من 17 سنة، وكانت حبوب اللقاح 100 جرام، كانت مكثفة أشبه بالمعجون، بل هي معجون. مع الوقت خففناها، لكن بإذن الله أنك تحس بفائدة منها. هذا بالنسبة لعسل يعسوب واحد، طبعا نص كيلو 500 جرام، وكافة التفاصيل ترى هي موجودة في المتجر. طيب ب199 ريال، وإذا كتبوا كود يعسوب في المتجر يصير بكم؟ 189 ريال، وعندهم تقسيط هذا الكود مدة 48 ساعة. اللي بيستفيد على خلطة يعسوب هذا السعر قدامكم. اللي بعده هذا للرجال أنسب، هذا للنساء أنسب، نفس المكونات الماضية، لكن اللهم بدون جنسنج، ليكون آمن للنساء. طبعا هذه عسل عسوب واحد واثنين للكبار، ممنوع للأطفال، للحوامل. اللي عنده حساسية من أحد المكونات اللي ذكرناها ممنوع استخدام هذا المنتج، فهو ممتاز للكبار. يعني قلنا الآن عسل عسوب واحد للرجال، وهذا عسل عسوب اثنين للنساء، وبالمناسبة الاثنين هذولا عليهم حرق سعر، بعد شوي بنوريكم إياه في المتجر. ممتاز. مكسرات يعسوب، عطني تفاصيل. هذه المكسرات يا حبيبنا لا يخفى عليكم فوائد المكسرات، لكن المكسرات الغير محمصة النيئة اللي مثل ما هي فوائدها عظيمة جدا، تحتوي على دهون نافعة للجسم. طيب لكنها النيئة معروف أن طعمها غير مقبول كثير، لذلك أضفنا عليها عسل زهرة البرسيم خصيصا، أولا لأنه بارد على المعدة ويستسيغ الجميع الكبار والصغار، وكذلك الكاجو واللوز وعين الجمل، وترى فوائدها ما يمكن نحصرها في سنابة أو سنابتين. أنا أنصح دائما اللي يأخذ عسل عسوب واحد أو عسل عسوب اثنين يأخذ معه هذا الجميل، راح تكون الفائدة مضاعفة، وسعره ترى 99 ريال مخفض، لكن عليه توصيل. هذا نص كيلو ب99 ريال، وإذا كتب كود يعسوب مدة 48 ساعة في المتجر يصير بكم؟ يصير 5% خصم إضافي تقريبا. إيه ممتاز. لكن أنا أنصح أنه ما تأخذه لحاله، لأن عليه توصيل. يعني خذه مع مثلا سدر الجنوب، طلح الجنوب، أو عسل عسوب واحد اثنين، يجيك شحنه مجاني. ممتاز جدا. كل اللي عندنا هنا هذا يا حبيبي عسل سدر الباحة، عسل بلدي، هذا ما نسوق له كثير يا شيخ لأنه يمشي ما شاء الله. وعندك عسل طلح الجنوب، العسل أذواق، لكن اللي عنده صدرية وباطنية الطلح ممتاز جدا، والسدر عاد معروف أنه ملك العسل، ترى ما في إلا كمية بسيطة، هذا في العشرينات، هذا في الأربعينات. طيب هذا نص كيلو وبسعر كم؟ بسعر 157 بعد إدخال كود الخصم. بعد الإدخال يعني 157 ريال ونص، سواء السدر البلدي أو الطلح البلدي. لو بغيت عن طريق تابي 39 ريال للواحد، الدفعة 39 ريال على 4 دفعات، وبمجموع 157 ريال ونص. كل اللي عندك هنا عكبر سائل، بروبوليس، صمغ النحل، كلها مسميات لشيء واحد. أول كنا نحطها مع عسل عسوب واحد،
لكنه مر ولاذع، هذه صفته. طبعا استخدموه الفراعنة للتحنيط لقوته ومضادته للبكتيريا وإلى آخره. هذا طبعا محلى بالعسل، يعتبر مضاد حيوي طبيعي، يباع في السوق بحول 25 ريال. احنا حاطينه عرض للي يطلب علبتين من أي منتج يجي معها واحد مجانا. إيه ما هو باثنين، واحد فقط. يعني اللي يطلب يعسب واحد أو يعسب اثنين يجي معه واحد. ممتاز. أو مثلا مكسرات مع سدر الجنوب، أي علبتين يجي معه حبة واحدة. ممتاز. أيضا أكرر 48 ساعة كود الخصم يعسوب يخصم لكم 5% على الأصناف الموجودة في المتجر. عندي سؤال مهم جدا، إذا أخذت خلطة يعسوب استخدمته كامل ما حصلت الفوائد اللي ذكرتها، وش يصير؟ هذه يا حبيبنا ضماننا، والعملاء يعرفون هذا الضمان. إذا استخدمت المنتج كاملا، يعني إذا بديت فيه تقريبا أسبوعين ثلاثة شهر انتهيت منه للأخير، مو ثلاثة أربعة للأخير، ما حسيت قبل وبعد أي فرق لا في النشاط لا في المناعة لا في أي شيء، هذا حلال عليك والمبلغ يرجع لك. يعني يسترجع مبلغه إلى هذا حلال عليه، ما يرجعه. يا سلام. لكن المبلغ يرجع لك، والمبلغ إلى آخر ريال يرجع لك. نعم. تستخدم ليش؟ العلبة كاملة ما حسيت بأي شيء أو ما حسيت بالفوائد اللي ذكرها، تعطيني الفوائد. صحيح اللي... صحيح. أعطني يا شيخ. الآن خاصة في الشوال كثير من الناس يحس بطيحة في جسمه، كمول، كسل، أول ساعة ساعتين ثم تنهار قوة. لابد من الغذاء الصحي، وهذا من ضمن الغذاء الصحي. وأنا في خاطري كلام لكن يمكن الوقت ما يسمح، اللي هو الصحة عبارة عن منظومة، تغذية صحية، نوم، رياضة، وهذا من ضمن الأغذية الصحية اللي تساعدك في النشاط والحيوية. هذا ضماننا ومعروف ومكتوب في المتجر. وب 199 ريال أيضا كل دفعة كم تقريبا؟ لا 189 مع 189 مع كود الخصم. إذا هو 199 عرض مدة 48 ساعة، إذا كتبت كود يعسوب يصير ب 189 ريال بالإضافة يطلع ب 47 ريال. 47 ريال كل دفعة. لا تنسى هذا الجميل، نصيحة وانت بكيفك، أخذت عسل عسوب خذها المكسرات، وهذا يجي معه مجانا. أي منتجين يجي معه أكبر شحن مجاني. يا سلام. وعرض نزل فيه يعسوب، هذا تقول لي حرق أسعار، عبوتين، عطني التفاصيل الآن في العرض. عبوتين عسل يعسوب، واحد مناسب أكثر للرجال واثنين مناسب أكثر للنساء. ويجمع قطرة العكبر المضاد الحيوي والطبيعي وملعقة مع كل منتج، وشاحن مجانا، توصيل مجانا أيضا. يا سلام. السعر بكم؟ 284 ريال بعد إدخال كوبون يعسوب مع تابي أربعة أقساط ب 71 ريال، يعني يطلع عليك الواحد بحوالي 142 ريال يا بلاش. وهذا أقل سعر ممكن نزل فيه حرض يعسوب، أبوتين هذا 48 ساعة، وكمياته حسب كلامه محدودة. صحيح. أيضا لذلك اللي بيستفيد 48 ساعة كود يعسوب يخصم لك 5% وشامل التوصيل، أبوتين ومعها الأكبر مجانا ب 284 ريال أو كل دفعة 71 ريال. اللي بيستفيد من الأسعار طريقة الطلب، إذا دخلت على المتجر، هذا هو المتجر، في عسل عسوب واحد مثل ما ذكرنا الأسعار ما راح نكررها، اللي سبق وجرب الخلطة هذه بسعر إضافي مخصوم، يعني مخصوم جاهز عليه خصم إضافي. هذا اللي سبق وجرب لأول مرة علبة واحدة. عسل عسوب اثنين نفس العرض فيما يتعلق بالسعر، لكن لا أحد يأخذ ثنتين إلا إذا جرب علبة من قبل. هذه عسل الجنوب ذكرنا أسعارها وتفاصيلها عشان ما نطول على الأخوة، وهذا العرض اللي عليه الكلام. طبعا هو موجود في المتجر بسعر معين 299، أدخل كوبون يعسوب يطلع لك الخصم 283 تقريبا ريال. ممتاز. في تنبيه، انسخ الرابط كرما وادخل عن طريق سفاري عشان تظهر لك وسائل الدفع الإلكتروني وأقساط تابي. طبعا الدفع عند الاستلام موقف، إن هذا منتج غذائي إذا طلع من عندنا خلاص ما عاد يرجع. يا سلام. وبالنسبة لو احتجت أي شيء احنا في خدمتك هنا. هذا الواتساب وبنزل رقمهم، أي استفسار على مدار الـ 24 ساعة يردون عليك مباشرة. أي منتج في المتجر لازم تكتب كود الخصم يعسوب عشان تطلع لك الأسعار اللي ذكرناها لكم بالتحديد. وقبل ما يشتري يدخل على صفحة ويقرأ المنتجات، يقرأ وشوف إيه. إذا ناسبه قبل لا تشتري سواء من يعسوب أو أي صحيح. أي متجر، خذ فكرة عن المنتج يا جماعة. صحيح. هذه المنتجات فيها جميع التفاصيل، ولا تشتري إلا أنت مقتنع تماما. صحيح. الله يوفقنا وإياكم. آمين.